عسلامة، مرحبا بكم في كوجين حنونة. ان شاء الله تكونوا في خير ونعمة يا ربي. اليوم باش نعملوا شكشوكة البصل، شكشوكة فيسع فيسع، وصرتوا وقت الصيف فيسع تحضر مع شوية مشوي. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو. قبل ما نتعداو للتفاصيل، ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد الكل. اول حاجة باش نحط شوية زيت، نخليوك الزيت هذيك تسخن تريف ميم با حسيلو دقيقتين، وباش نزيدو البصل. هي اسمها شكشوكة البصل، دونك باش نضيفو بزيد بصل. هنا استعملت 3 بصلات متوسطين ونحطوهم يتقليو مليح في الزيت. المرحلة هذه هي مهمة على الاخر، لازم البصل يقعد يتقلى لين بريسكي يتبدل لونه. وصدقوني الشكشوكة هذه جربوها بنينة بنينة على الاخر، وتمشي مع اي نوع متاع مشوي، ولا حتى تنجموا تخليوها فطور وحدها مع كعبات عظم، حاجة روعة. تو باش نزيد هنا 4-5 كعبات طماطم مقصوصين قطع صغيرة كيف ما قاعدين تراو فيهم. الطماطم والبصل اللي تقلاو شويه من بعضهم، وتو باش نزيدهم شويه ثوم. انا استعملت 3 سنين ثوم، قطعتهم قطع صغيره. وتو باش نتعداو للتفويح. هنا الفيحتها راهي معناتها بسيطة على الاخر، ما تستحقش برشا فيح، على خاطرها ديجا البصل والخضره وحده يعطي بنا. دونك باش نزيد هنا رشه ملح، وباش نزيدو رشه فلفل احمر، هذا فلفل احمر محرحر شويه، ورشه فلفل اكحل. هنا نسيت ما قلت لكمش، اللي يحب القديد والمرقيز ولا متوفره عنده ينجم يضيف المرحله الاولى يقليهم مع البصل، يزيد يبنن على الاخر الشكشوكه هذه. دونك كيما معناتها سورتو المرقيز تجي فاوح برشا، المرقيز الشايح. دونك هيك ريتو المكونات الكوليكي باش نخليوهم يتقليو مع بعضهم على دار هاديه. تنجموا تستحقوا تضيفوا شويه ماء، كي ما تنجموا ما تستحقوش، كان حسيتوها بتشاحت برشا ضيفوا قطيره ماء. اني هنا زاد ما زدتش طماطم معجونه، تنجموا تضيفوا مغرفه صغيره للي يحب. هنا بعد دريجين تفقت الصوص، نجا نلقاها بدات تشيح شويه. دونك كيما قلت لكم باش نزيدوها كويس ماء، ونزيدو نخليوها تطيب حكايه الربيعه ساعه، نصبروا ساعه ونتفقدوها. كيما قلت لكم ما نخليوهاش تشيح بالماء. وفي الاخر بالكل نحطوا الفلفل. هنا خديت زوز جرينات فلفل مقصوصين جويدات، ماذا بينا الفلفل ما نخليهوش يطيب برشا، يبدا كيما نقولوا احنا عرق بعرق. وهنا زاد تنجموا تحطوا كان تحبوا المحرحر تحطوا فلفل حار، تحطوا فلفل حلو، تحطوا فلفل معناتها الاحمر، تنجموا حتى تزيدوا جرين فلفل ملح. انواع الفلفل الكل يمشيو نتوما واجتهاداتكم. ما نخليوش برشا الفلفل، حكايه دقيقه من زمان، ونفقروا العظيمات. وبطبيعه قبل ما تفقروا العظم كان جاتكم ناقصه شويه ما زيدوها شويه ماء. وبالنسبه للعظم اني نفقروا ونخليه بالوقت كيكة 3 دقائق ماكسيموم غطي، ومن بعد يجيني مروب. احنا نحبوا العظم مروب بطبيعه، اللي يحبوا طيب يزيد يخليه يطيب بزايد شويه. وما تنسوش الكرشيشه فلفل اكحل في الاخر تزيد تبنن. ان شاء الله يا ربي الفيديو يعجبكم، ان شاء الله يا ربي تجربوها الشكشوكه هذه، شكشوكه صيفيه بنينه. كما قلت لكم تنجموا تزيدوا القديد والمرقاز يزيد يفوح البنن، تنجموا تزيدوا زاده شويه فلفل شايح يزيد يفوحها. ما تبقى لي كي باش نقول لكم شكرا على المشاركه، ان شاء الله يا ربي تبارتاجيو الفيديو هذه لاصحابكم واحبابكم. دمتم بخير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى إن شاء الله.